دولة جارة للمغرب تنجح في إنتاج لقاحها الخاص ضد فيروس كورونا. وافقت الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية التابعة لوزارة الصحة على إجراء تجربة إكلينيكية للقاح ضد كوفيد-19 من إنتاج شركة هيبرا. وتعد هذه أول تجربة بشرية للقاح المضاد لفيروس كورونا تم تطويره في إسبانيا. وحسب ما نقله موقع المصدر عن صحف إسبانية فإنه من المتوقع إنتاج 400 مليون جرعة في عام 2022 بحلول عام 2023. يمكن الوصول إلى 1200 مليون جرعة يجب الاحتفاظ بها بين 2 و8 درجات مئوية، مما سيسهل نقلها وتوزيعها. تقوم شركة هيبرا أيضا بإجراء مجموعة من الأبحاث بالتعاون مع مستشفى كلينيك ببرشلونة لتطوير لقاح ضد كورونا استنادا إلى جينات الفيروس.